الفنانة سارة عبد الرحمن، برحب بيكي معنا في صدى البلد، منورة الدنيا، منورة الايفنت النهاردة. ميرسي، شكرا ليك. عايزاكي تكلميني النهاردة على حضورك. انا عارفة ان مهرجان الجونة قريب من قلب نجوم كتير قوي، عايزاكي بقى تكلميني على حضورك وشايفة الكولابريشن ده ازاي. هو بالنسبة لي الدورة اللي فاتت من مهرجان الجونة كانت مميزة قوي لتركيزها على السينما وبالذات القضية الفلسطينية، كانت بالنسبة لي وان هي في الاخر ان الدورة اتعملت، يعني كان في طول الوقت تأجيل وبسبب الظروف طبعا اللي حاصلة، بس ان هي في الاخر اتعملت. بس في نفس الوقت ان احنا نفتكر احنا السينما دي احنا بنعملها ليه اصلا، او ان في حاجة اكبر مننا بتحصل، ان احنا نقدر ان احنا نفتكر حاجة زي كده، دي يعني كانت بالنسبة لي حاجة كويسة. ومتحمسة قوي للنهاردة لانه بالنسبة لي انا بحب مجتمع صناع الافلام بتاعنا، وبيبقى دايما يعني بروح عندي افكار وعندي مشاريع في دماغي، وجو المهرجان ده بيبقى مشجع جدا ان الواحد يشتغل ويطلع حاجه جديده مختلفه ما قدمهاش قبل كده. سارة، انت دايما بتبقي متوازنه قوي او بتختاري اعمالك بدقه، يعني احنا شفناكي في السينما، كان من فتره شاركتي في فيلم مقسوم وشاركتي في رمضان، كلميني عن التوازن ده، انت عامه بتميلي لايه اكتر، وكلميني عن وجودك في الدراما وفي السينما، انت بتميلي لايه اكتر؟ بصي، هو الواحد برضو مش يعني كممثل مش بيختار الحاجات اللي جايه له قوي، بس انا بحاول طول الوقت او بيبقى في طول الوقت عندي فكره كده ان انا عايزه اعمل توازن فعلا ما بين الادوار تبقى مختلفه عن بعض تماما، وفي نفس الوقت ان انا اقدر اوازن ما بين شغلي في التلفزيون وشغلي في السينما. فالحمد لله يعني كل حاجه كده مش ماشيه بشكل انا مبسوطه بيه جدا، وحتى لما بيمشيش مبسوطه بيه برضو. لحظة غضب حقق نجاح جامد قوي في رمضان، كلميني بقى عن الكواليس بتاعت العمل، وكلميني ان هو مسلسل 15 يعني من المسلسلات القصيرة، كلميني بقى. لا، هي احلى حاجة يعني الكواليس، يعني بصراحة صبا مبارك وشاهين وصفوة، عبد العزيز النجار، كل طارق الجنايني، يعني كل الناس دي ناس بتحب شغلها وناس لذيذه، فانت تحبي تشتغلي معاهم. وبالنسبه لي كانت التجربه لا نسمه هوا، يعني اتبسطت قوي في الشغل، والشغل لما بيبقى فيه عناصر كلها سهله وسلسه، وفي نفس الوقت فيه بيخلي الاجتهاد حلو، يعني ما بيكونش فيه المشقه بتاعت في مشاكل في اللوكيشن او حاجه زي كده. فالحمد لله ده كان من اكتر المشاريع اللي انا ارتحت فيهم جدا. اخر حاجه، بتحضري ايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله داخله فيلم المصيف اخراج سليم العدوي، انتاج بلاك بوكس، وهو ابطاله كتير.